الحمد لله غساد تلاين ايت الجنسان فتح الاضرفه يلا مشروع امان الربط الفردي لدوار ايت محمد اللي تقريبا خرجت تستافد ما يفوق من 95 عائله ريستارت في المشروعات كان اللي سكن قل الثمن ايوين المشروعات امان اللي كان يلا المشروع فعلا المنطقه ديال قسميد نرت علينا المشكل هو امان كريستينين القطار التنميه ثاني سوري الزيكز الحمد لله غير لما ان شاء الله في المناطق اللي غمان ينسينو ظهورا اللي غمان ينسو ولد درسنا لنا وامان نخدم في الدرس صغار صندوار ادوار ازور اللي خلان اشغال يا غارس اللي ربط الجامعه نيت وادريم س الجامعه سيدي بوصحاب اللي خلات تقريبا 15 كيلومتر اللي كانت التكلفه الاجماليه للمشروعات كرا 1,200,000 اللي تمولي في الدي اير بالتدخل سيد العامل سي جمال خلوق الله يجازيه بخير حتى دينا غير التعاون خو غارس هذا فعلا غارس هذا اللي راه يفك العزله في المنطقه لان غير ديال العدد يدورنا الى في المنطقه اللي هي لوغارسا قيسا ادوار نيغريير نافيان نازورت وبانون اغاليل تام قدولت ايت خوي ايزري ايت باري سيدي بوصحاب راه كيستافدنا حتى الجماعات يا ضيناش كون بحكم غراس داري طايس سيدي بوصحاب سبيكورا تلا الجماعه انتانال تلا تينا وكونز ترغانتوشكا سيدي عبد البوشواري كلشي الجماعات هذا راه تستافدنا خو غراس الحمد لله ماشي غير غرس هذا الا انني غرسني اضنين كانت لي قدام لا نسين زرين وين ادورني دازني لا غواد اللي ربط نتا مقدولت الطريق الاقليميه 2011 الا في الدراسات اضنين اللي نسكرت نويد كرات لي ترونسبور في ظرف عامين تلايات صارت بشراكه مع المجلس الاقليمي كما كنت السيد رئيس المجلس الاقليمي سكاسيان الطلاب الله يجزيه بخير التعاون ديال نخ ترونسبورات يفاخيا الدعم اللي كان كان 150,000 درهم تقن الجامعه 200,000 درهم تلا ترونسبور يا ضنين تفاخت تغطى لونزوا بشراكه مع المجلس الاقليمي للمبادره تسكرات تفكيخت المبادره ولقيت الشركاء بلا المبادره وحدت المهم الحمد لله بعدا تفك المشكل النقل المدرسي للهضره المدرسي وسولي لا بحكم غير 100 تلامذ نايت وادري منه فراس ترونسبور سكولير نسكر اتفاقيه ديال الجمعيه اللي تسير النقل المدرسي الحمد لله بعدا الجانب التعليم هاتي المشكل ما غاديش تفكو تدريجيا كتني اللي من غادي يزري ميدن بحكم الا البعد ولا حتى فانا ميدن ما تسودون في الاخر اطين تروانسن مشاريع التبليط بعد المسالك لاني يا المارشي يلاه يكمل اللي خلاني كان 11 ودوار 11 وغرس كيسي استافد تقريبا 11 ودوار عطيني لونسي يعني اظنين ان شاء الله تيقرب يخدم المهم العدد غرس ناتي نفكات القضيه التبليط